تنمية ودراسية لفريقنا البرلماني بمجلس المستشارين وقطاع المحامين الاتحاديين مع الشكر للأخ السقي السيد النقيب كيشكل بالنسبة لنا جميعا فرصة سانحة تتيح لنا تملف رؤية واضحة حول أوضاع هذه المهنة، خاصة بعد ما عشت من معارك نحتاج إلى تقييمها بالموضوعية الضرورية واستخلاص ما يتعين من دروس وخلاصات. وهو ما يقودني إلى طرح الاستفسار الأولي الذي يفرض نفسه، خاصة في حضور رؤساء سابقين لجمعية هيئات المحامين بالمغرب والنقباء وقيدومين ممن عاصروا تاريخ المهنة وتحولاتها، ومن شباب في بداية المسار. هل مهنة المحاماة في حاجة إلى إصلاح قانون جديد؟ لن أبالغ بالقول إن مهنة المحاماة من بين المهن التي تأثرت بشكل جدي بالتحولات المجتمعية التي عرفتها بلا تحولات أحدثت تغييرات جوهرية في الأوضاع المادية والاعتبارية للمحامي وفي الأدوار والأدبيات التي طبعت مسار المحاماة من خلال مؤسساتها ومنتدياتها ومواقف مؤتمراتها منذ بداية الاستقلال، حيث شكل المحامون طليعة النضال من أجل الديمقراطية ودولة المؤسسات والحق والقانون وحقوق الإنسان وقيادة الحركة السياسية ببلادنا. إذا كانت الأوضاع المادية لشرائح واسعة من المحاميات والمحاميين لم تعد تضمن الكفاءة، فقد تأثرت نتيجة ذلك بالإضافة لأسباب أخرى، تقاليد وأعراف المهنة ومبادئ ومقومات طبيعتها كرسالة إنسانية وحقوقية، ومن ثم ريادتها للفعل السياسي في مختلف تجلياته الديمقراطية والتعددية والحقوقية. في الانتماء السياسي للمحامين من تولي مهام في المؤسسات المهنية. إذا كان القانون 828 المنظم لمهنة المحاماة قد اعتمد إصلاحات استجابت لحاجيات كانت تفرضها الظروف وقت ذاك، وساهمت في تمنيع وتقوية استقلالية المهنة وحصانتها، ووسعت من مجال احتكار تمثيلية الأطراف أمام القضاء، وعالجت اختلالات الودائع، فإن كل محاولة لإصلاح المهنة اليوم يتعين أن تنطلق من تشريح علمي وموضوعي وعقلاني لأوضاع المهنة، ومن ثم الاستجابة لما تحتاجه من تدابير وإجراءات تعالج اختلالاتها وترغم تعميق حصانتها واستقلاليتها وتوسيع مجالات احتكارها وتعزيز مكانتها وتحديث أساليب ممارستها. سكرتارية القطاع اختارت عن وعي تأطير هذا اليوم الدراسي مع الفريق الاشتراكي بمجلسنا بالمجلس المستشاري تحت شعار من أجل إطار القانون حداتي لمهنة المحاماة. نراهن أن تشكل العروض والمناقشات التي سنعيشها اليوم مع ذوي التجربة والخبرة والنقاشات الجماعية الخصبة التي ستتناولونها والخلاصات التي ستنتهون إليها، نراهن أن توفر للحزب أولاً ولفريقيه البرلمانيين
الرؤية الواضحة والمقترحات الإيجابية التي ستغني من خلالها مساهمتنا في تجويد المشروع الذي تعتزم الحكومة عرضه في المسار التشريعي في قادم الأيام. اليوم في دولة المؤسسات ما لله لله ما لقيصر لقيصر. أي السلطة التنظيمية تنعرف حدودها وإمكانياتها والتشريع. التشريع ينطلق أساسا من البنية التقنية لكل وزارة ويكون بعد اقتناع الوزارة من حق كل وزير أن يعرض مسودة، ولا نتحدث عن قانون أو شروع قانون، بل نتحدث عن مسودة مشروع قانون. هذه المسودة التي تطرح للرأي العام وتطرح للهيئات القريبة وتطرح على زملاء الوزير من خلال الأمانة العامة للحكومة، وهي التي بعد تمريرها في المجلس الحكومي تصبح فقط مشروع قانون ليتداول بشأنها المجلسي البرلمان. مع كامل الأسف منهجية النقاش والطريقة التي اختارت في النقاش لمناقشة مسودة مشروع قانون تجعل دولة المؤسسات التي سعينا وراءها جميعا كأننا نعدمها باسم الديمقراطية. احنا سيدي لا يمكن ان نكون الا مع كل المبادرات، وتشيشنا في عدة نصوص دائما اي مبادرة لاصلاح اي وضعية تقولوا شيء من موقع المعارضة شيء من موقع اننا نكبر الشأن. يعني لكل مؤسسة أن تقوم بأدوارها، ونحن لا ننازع في أن تطرح الوزارة مسودة مشروع قانون وليس مشروع قانون، وأن يكون تفاعل معه تفاعل أو معنيين به لهما. وإحنا في هذا الإطار لا بد من أن نؤكد أن المؤسسات اللي هنا وعلى رأسها جمعية هيئات المحامين لا بد أن يكون لها الدور الأول في مناقشته والتحاور بشأنه والإنصات لذوي هذه المؤسسة. لذلك لا بد أن نسجل أن ما تم التوافق عليه بين السيد وزير العدل وبين مكتب جمعية هيئة المحامين النواري بشأن اعتماد مقاربة تشاركية في إعداد مشروع إصلاح قانون المهنة، ومقاربة كما قلت تجد سندها في الدستور وفي التقاليد الديمقراطية العريقة، مقاربة لا يمكن إلا أن تنضج مشروعا في مستوى تطلعات المحامين أو تنضج مشروعا في مستوى تطلعات المحاميات والمحامين المغاربة، وفي انتظار ما ستسفر عنه مداولات اللجنة المشتركة بين الوزارة والجمعية وما ستقدمه الهيئة ونقبائها من مساهمات، فإننا نعتبر هذا اليوم الدراسي للفريق لبنة من لبنات هذه المقاربة التشاركية. أخواتي إخواني سيداتي سادتي النقباء والزميلات والزملاء، اعترافا بأهمية المحاماة في تحقيق العدل عمدت دول عديدة إلى دستارتها، ما نذكرنا بمصر ولا تونس، تنذكر فقط بأننا في اتحاد اشتراكي يعني دول شعبية وفي سياق إصلاح قانون المهنة وتفاعلا مع النقاش الجاري في أوساط المحامين استكمالا لهذه النقاش،
تذكر بأنه كانت مناقشات للقطاع قوية بهدف أن يبلور قطاعنا الحزبي مقترحات في مختلف القضايا التي نقترحها لتجويد هذه المسودة المنتظرة القانونية لمهنة المحاماة. في هذا السياق استحضر القطاع والمداولات والنقاشات بعض القضايا التي اعتبرتها أساسية في هذه المرحلة، وقبلها استحضرنا التوجيهات السامية التي تضمنتها الرسالة الملكية المؤتمر الدولي للمحامين المنعقد بفاس شهر أغسطس 2005، حيث أكد جلالته وهو يتحدث عن مهنة المحاماة تحقوس بكلام جلالة الملك: وبقدر ما أصبح لمهنة المحاماة من طابع عالمي فإنها تواجه ضرورة توحيد القيم السلوكية المطلقة واعتماد التكوين المستمر واستجابة لمتطلبات مواكبة العالم الرقمي والتوفيق بين وجوب احترام الحريات وصيانة النظام العام في ظل سيادة القانون وسلطة القضاء، دون أن ننسى أنها قبل كل شيء مهنة إنسانية مثالية تقتضي إلى جانب الفقه القانوني النزاهة في العمل من أجل مساعدة القضاء الذي يعتبر المحامون جزءا من أسرته الكبيرة المقرة.